هل الموسيقى ندرسوها لأولادنا ولا ما ندرسوهاش؟ هل يحسن بالتلميذ في المرحلة اللي هو يتكلم عليها مثلا سي مجيد، هي مرحلة نتاع المرحلة الابتدائية. أنا اللي تسمح لي نعاود نأطر نعاود نأطر النقاش أو أضع إطارا لي في هذا النقاش. نعم. أولا أنا من يعني من أكثر المتحفظين على طريقة تدريس أبنائنا في مختلف المراحل، سواء في الابتدائي ولا في الإعدادي ولا في الثانوي. علاش تقول هذا؟ لأنه أرى أنه عندي زوج ولاد يقراوا، ربي يحفظهم ويحفظ جميع ولادكم، نشوف باللي كاين واحد الضغط كبير على يعني المواد التي تدرس في الابتدائي، وين الطفل يضطر أنه تكون عنده حقيبة كبيرة. صحيح هناك مجهودات من الوزارة من أنها تخفف من الحقيبة، أنها تبتدع وتخترع حلول لمشكلة، لكن أعتقد أن المشكلة هي أعمق، ربما إعادة النظر في المنظومة كاملة. المنظومة كاملة وين يكون فيه تخفيف ويكون فيه استخدام، يعني أعتقد كاين بحوث علمية الآن اللي نقدر نستفادوا منها. الطفل على الأقل في السنة الأولى والثانية والثالثة ابتدائي لازم أعتقد يتعلم يقرأ يكتب ويحسب. الآن تقول لي التربية الإسلامية، نقول لك يقدر تدخلها في القراءة، تقول لي التاريخ تقدر تدخلها في القراءة. هدف أن الطفل ما يشعرش بهذاك الانفصال بين واش تربى عليه في البيت في داره وبين ما يجده في المدرسة. نفس الأمر تروح مثلا للمرحلة الإعدادية، مرحلة إعدادية وين يقرأ النواقل والعوازل، يعني كأنه أنت تهيئه لمرحلة التكوين المهني، وين يكتشف المادة ويطور من بعض المهارات. تروح أنت للثانوية وين تكون فرصة أنك تغرس فيه واحد القيم، لأنه أنت راح ترجعه راجل، ترجع حمراء. الآن الكلام اللي نقوله ده أعتقد لابد أن نضع فيه أربع إشباعات لازم تكون في الطفل وفي الإنسان كامل. لازم يكون إشباع في الجانب الروحي، وهنا تسمح لي نفتح قوس بعد اللي قرأ بعض التعليقات عفوا اللي كنت ذكرتها، ما كتبش الاسم، يقول ليس من مهام المدرسة تكوين المؤمنين فما بالك بالمتدعشين أو شيء من هذا القبيل. لا لا خويا، من مهام المدرسة اللي هي تنتمي إلى وزارة التربية. الطفل لابد أن يشبع في هذا الجانب الروحي فيه، كما في البيت كما في المدرسة كما في الجامع كما في الشارع. أنا جايبك الجانب الروحي اللي هو الجانب الإيماني، الجانب الديني، تربطه بالقيم الدينية تاعه. هذا هو شو نقصد به. هناك إشباع آخر اللي هو الإشباع العقلي، لازم يتعلم يعرف يحسب يعرف يقرأ بتدرج. هناك جانب نفسي أو ترفيهي، الموسيقى الرسم لابد أن يكون عند الطفل هذا. الجانب الآخر اللي هو الجانب البدني، نتكلموا فيه الرياضة ولا النشاطات اللي تكون فيه، أنك تغلب جانب على جانب تصنع فيه تطرف بأي صيغة حبيت ولا كرهت. صحيح. كلما أشبعت هذا بتوازن كلما خلقت أو عفوا مشي استغفر الله أنك ساهمت في أنك تنشئ طفل سوي يكون في المستقبل منتج.